الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أرجو أن نملأ الصفوف يا إخوان. إن الحمد لله نحمده تعالى إذ تفرد بصفات الجلال والكمال خلق الإنسان في أحسن تقويم وأرشده إلى الصراط القويم كتب على نفسه الرحمة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين وفتح باب التوبة والهدى إلى يوم الدين وكفل الرزق للخلق أجمعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمصطفى من خلقه بعثه على فترة من الرسل ودعا عشيرته الأقربين ورفع لواء التوحيد إلى يوم الدين وشرع الجهاد على الكافرين والملحدين نصره الله عز وجل بالرعب على مسيرة شهر وختم به الرسالات وأتم نعمته على الناس فالصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في مسجد التوبة في يوم أمس وفد عليكم في هذا المسجد ضيوفا من المجتمع الدنماركي كنت أنا
ومجموعة من الأخوة ننوب عنكم في استقبالهم وضيافتهم. جزء من تشييد العلاقات بين المجتمع المسلم وعالم الغرب الذي لا يزال يصد عن سبيل الله. وإنني أدعو المولى تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا جميعا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. منذ شهر جاءت المجموعة الأولى 130 من الطبقة المثقفة من إدارة التعليم في بلدية كوبنهاجن، معلمون يدرسون المواد المختلفة، وأطباء واختصاصيون اجتماعيون وموظفون إداريون جاءوا إلينا يسألوا عن الإسلام. وكما اتفقنا في هذا المكان ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل ونتدبر في سنة نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم، أعلنا لهم بوضوح أن المسلم المؤمن المتدين الرباني الذي يوقن بالآخرة وبموقف الحساب بين يدي العزيز الكريم سبحانه وتعالى، أن رسالة هذا المسلم على الأرض هي أن يعطي ويضحي لا أن يأخذ ويستلم، وأن الجالية المسلمة في عالم الغرب ليست مطالبة اليوم فقط أن تحافظ على وجودها وأن تحمي أسرها، بل إن على أكتافنا حمل ثقيل أن نقدم الحلول للمشاكل المستعصية التي تعاني منها البشرية. اللقاء الأول حضروا 130، ولقاء الأمس حضروا حوالي 110، واللقاءان يا إخوة سجل بشريط الفيديو تحت عنوان Let's Talk About Islam. أنتم تعرفون ضعفي في اللغة الدنماركية. تعالوا نخوض تجربة عملية. نحن في كل جمعة وفي هذه الجمعة سنطوف بأرجاء العالم الإسلامي ونضع بعض القضايا ونتكلم عليها. دعونا نخوض في مسألة عملية. كيف يثبت في الموقف أن المسلم واثق من نفسه، ملتزم ومعتز بدينه، على بينة من شرعه ورسالته؟ كيف يتضح ذلك؟ كيف وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يركب جملا وبعيرا أعجف من شدة الجوع، وهو لا يكاد يستر عورته إلا بإزار بسيط؟ كيف هذا الصحابي، هذا البشر، هذا الإنسان الذي تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الذي شهد معه المعارك ورأى الوحي ينزل ورأى التشريعات تطرى، كيف هذا الإنسان بعد أن وعد درس وبعد أن تدرب يقف أمام قائد عسكري في دولة عظمى يقول بملء فمه وبيقين فؤاده وبكل بيانه: لقد ابتعثنا الله، إنه أمر من الله، نحن بشر نحب الدنيا ونتزاحم عليها ونتنعم من طيباتها، نحن لا نحب الموت وأن تزهق أرواحنا. ولكن ربعي بن عامر رضي الله عنه يقف أمام رستم قائد الفرس ويقول: لقد ابتعثنا الله، ليست جامعة الدول العربية ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجلس الأمن ولا منظمة الوحدة الإفريقية ولا مجلس السوق الأوروبية المشتركة، إن الإذن والتفويض والأمر والمسؤولية كلهم جاءوا من عند الله. لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس
من عبادة العباد، عبادة الأصنام والشهوات، إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. في يوم أمس إخواني وقفنا نتحاور مع الأوروبيين، والشريط موجود عند الأخ أبي سميح المشرف على التصوير لنرى كيف نتعامل. رحلة طويلة. إن نوحا عليه السلام لبث في قومه كما أخبر القرآن الخبر الصادق من وحي السماء، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله. رحلة طويلة. وإبراهيم عليه السلام طردوه من بلده العراق وأوقدوا له النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وموسى تآمر عليه الملأ بأمر من أجهزة المباحث والمخابرات والاعتقال التي يقودها الطاغوت الأعظم فرعون، ائتمروا به ليقتلوه، وجاء من ينذره ويحذره ليخرج من هذه المؤامرة. فهذه خطوة على الطريق. الشريط موجود إخواني. وأردت في خطبة اليوم، لأنه بعد الجلسة أمس ونحن نتكلم مع الأوروبيين جلس بعض الإخوة وأخذنا نعلق اللي بيسموها جلسة المحاسبة أو التقويم، هل أحسننا صنعا، هل أخطأنا، هل أصبنا. فأردت في خطبة اليوم يا إخوة أن نقوم بمراجعة في أغوار النفس الإنسانية تحت عنوان بواعث التفكير ودوافع التغيير. لماذا تتحرك أمم وأفراد؟ لماذا يتفاعل بعض البشر؟ لماذا تفكر بعض المجموعات المتخصصة في ظواهر معينة؟ الطاقة وكيف تستغل؟ الفقر وكيف نحاربه؟ الإيدز وكيف نوجد له العلاج؟ لماذا يتنوع الناس؟ لماذا هنالك أمم نائمة تقع في نفس الجحر 100 مرة وتعاقب 1000 المرات وتطحن 100 المرات دون أن تعي الدرس؟ ولماذا هنالك أفراد وأمم يعودون إلى طريق الله؟ رجل يمضي في طريق التجارة ويتورط في الربا ويكرمه الله بمصيبة، نعم يكرمه بمصيبة، مصيبة الإفلاس، ليتطهر ماله جميعا الذي نبت من الحرام. بعد أن تورط في الربا وتأتيه المصيبة فيستيقظ. رجل ترك ابنه فاحتضرته تيارات الإلحاد والشرك والضلال، وإذا به يصبح عدوا له في شيبته، وإذا بالرجل يتحسر ويتندم على ما فرط في جنب الله عز وجل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إخوة الإسلام، إن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام توضح لنا أن الناس ينقسموا إلى 4 أقسام. القسم الأول قسم عنده اندفاع فكري خالص لمعرفة الحق والتعرف عليه بحيود وموضوعية ونزاهة. ولذلك ورد حديث عند الطبراني مرفوع عن عائشة، ورواه الترمذي موقوفا على ابن مسعود كما قال بعض المخرجين، وسأقرأ النص. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الإنسان الذي يبادر ويفكر ويتعمق في كل قضية،
في أمور العقيدة، في أمور التشريع، في أمور التربية، في أمور الدعوة. لماذا لا تتقبل أوروبا الإسلام؟ ما هي العقبات؟ لماذا تقف الجالية سلبية؟ تقف معلمة يوم أمس في هذا المكان وتقول إنني أسألك بصفة أنك واعظ في هذه الجالية، لماذا لا يتعاون أولياء الأمور معنا؟ لماذا ندعوهم للمناقشة في مشاكل أطفالهم التعليمية والتربوية والنفسية فلا يأتون إلينا؟ فقلت لها إن الإسلام لا يحابي فلانا ولا فلان، إن القرآن مملوء وموثق بوقائع عن أخطاء الصحابة لأنهم ليسوا من المعصومين. المشكلة والحل، الخطأ والصواب، نحن أمة لا تستحي من مصارحة الناس بالحقيقة، فلسنا مزدوج الشخصية ولسنا من المنافقين، نظهر قناعا حسنا ونخفي باطنا عفنا والعياذ بالله. قلت لها إن المغتربين مشغولون بجمع الأموال نسوا الآخرة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. المغتربون أصبحوا ماديين إلى حد بعيد. إيش يعني الأطفال يا سيدي كل يومين المدرسة والمعلمة؟ المسلم لا يريد موقع ليدعو إلى الله، المسلم لا يريد منبرا لعرض قضايا الإسلام، المسلم ينظر ويهتف مثلي بالعواطف وبالصوت المرتفع، وإذا جاء الموقف والمحك لم يكن على المستوى المطلوب. إخوة الإسلام، هذه طائفة من الناس تتفاعل تفاعل فكري وتبحث عن الحق. في نوع ثاني ذكره الله عز وجل الذي يتعلم بالضرب وبعد الألم، ما عنده النضوج الكافي، يقع في مصيبة ومشكلة فيستيقظ. وهذا النوع ذكره المولى تبارك وتعالى ربنا سبحانه عز وجل في مواضع من القرآن، منها سورة يونس، وسأقرأ لكم الآيات في هذا الموضع. هذا العلاج بالصدمة، واحد كان بيلحق النسوان ومحيص ومش سائل في آخرة مين يا سيدي بقى، خلينا نعيش، الحق نفسك، اتمتع، عندك الشكروات، فرصة يا شيخ، احنا قاعدين في أوروبا وكله فلتان، انت هتعمل لي شيخ في الدنمارك، انت لحق لي الأصوليين في مسجد التوبة. لا لا يا شيخ، ان ربك رب قلوب غفور رحيم يا شيخ، خلينا نبحبح بقى. ثم يقع في فاحشة مع امرأة، ثم ينتقل إليه مرض الإيدز. الآن دخلنا بقى في الجد، فيها موت يا حبيبي. الأول كانت اللذة، شهوة النكاح، الآن دخلنا بقى في الضرب، ضرب في المليان. ويروح المستشفى وفحوصات، يقول له الدكتور سوريا مستر فلان متأسفين، أنت أجلك أصبحت أيامك معدودة. ساعتها يرجع إلى الله، علقة، لازم يأخذ علقة. المصريين الآن إخواننا أبطال الجهاد في أرض مصر اتبعوا حسني مبارك، رأس من الزعماء المضلين، وجاءهم الزلزال. زلزال مصر يا إخوة هذا مثل حرب الخليج، لكن الناس بتمشي مش فاضية، وراها مسلسل دنس، وخلينا نلحق النادي نلعب دومينو ونلعب كوتشينة وراء اللعب، مش فاضي يعتبر في مصائب الحياة البشرية. وهنالك من تقع بهم المصائب فيستيقظ الإعلام العالمي يقول إن النساء البوسنويات التي يتعرضن لانتهاك الأعراض وهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه، والواحدة منهن متبرجة ولا تصلي وتشرب مع زوجها المسلم الخمر في البيت. هذه المرأة الآن في المراكز الإسلامية في النمسا وفي ألمانيا وفي كندا وفي غيرها بدأت تبحث عن الحجاب، بدأت تشعر أن العالم يتآمر عليها وعلى دمها ولا على عرضها. أتدرون لماذا؟ لأن هذه المرأة المسلمة مع زوجها عاشوا في غفلة، نسوا ما حدث في المخيمات في لبنان، ونسوا ما تعرض له الشعب الكردستاني من استئصال، ونسوا المذابح
التي أجراها الهندوس في الهند ضد المسلمين، ونسوا ما تقوم به حكومة الفلبين من قتل وتنكيل أهل الإسلام في الجزر الفلبيني. ما بنصحاش إلا إذا دخلت الإبرة إلى النخاع، هذا نوع من التبلل، ولكن الله رحيم، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ربك أعلم بعباده. في ناس محترمين بيصحوا هيك بيبقوا محترمين بالبدلة والجرافة، وفي ناس بالقتلة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اسمع يا أخي ما يقول الله عز وجل، هو الذي يسيركم في ظلمات البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يا رب إقامة، يا رب في الدنمارك، يا رب أعطيني إقامة، أنا مضطهد، أنا لاجئ سياسي. وبعد ما ياخذ الإقامة، يا رب بدي فيلا هيك ظريف، يعني أنت كريم وعندك كنوز، يعني فيلا مثلا من إيكيا ولا مش عارف إيه من إلفا، يا رب هيك فيلا صغيرة. بعد ما ياخذ الفيلا، يا رب سيارة كده، أنا مش طامع، مش مرسيدس يعني أو كده، سيارة هيك صغيرة نطقطق عليها يعني، نشتريها من أكسيون ولا يشبع بني آدم. وبعد ما يشتري السيارة، يا رب بس شوية فلوس في البنك نضمن المستقبل، الضمان بالله يا حبيبي. لا نسي بقى، بدأت النعمة تستولي عليه تستعبده. يا فلان أنت مش ناوي ترجع لبنان لتعمل بالدعوة؟ يا أخي لبنان مشاكل في المياه والكهرباء والمواصلات والتعليم والملاريا منتشرة والكوليرا مش عارف هيحصل فيها إيه. يا عمي خلينا هنا أكل ومرعى وقلة صنعاء، اقبض يا أبو الشباب، ما حدش واخد منها شيء. بر نفسك يا سيدي من الطيبات، فتاوي فتاوي جاهزة. إنما إذا جئنا إلى موضع التضحية بتبدأ الحسابات تتغير. هذا الصنف من الناس يستيقظ مع الصدمات، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فيقول القرآن الكريم معلقا على هؤلاء الناس اللي في وقت الضيق لجأوا إلى الله عز وجل، ماذا حدث بعد ذلك؟ لئن أنجيتنا من هذه، بس المرة هذه يا رب، بس سنة 48 يا رب، بس هذه المرة. طيب وجاءت مصيبة 67 يا ربي، بس هذه المرة. ولئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا نوع آخر إخواني يتعلم بالصدمات، يستيقظ. وعلى المسلم الواعي أن يستغل الصدمة في إيقاظ الناس. كثير عادوا إلى الله عز وجل بعد المحن، فإنها تكون منحة وليست محنة، نعمة وليست نقمة من الله عز وجل لمن استفاد من هذه المصيبة. نوع آخر إخواني، النوع الثالث، اللي بيبحث عن الإسلام مثل ضيوفنا الدنماركيين اللي أجوا امبارح. في جريمة، بيقول لك أنتم ما بتربوش أولادكم ليه؟ ما بتلمهمش ليه؟ بنقول لهم المغترب بيقول يلا نفسي، يا ربي نفسي، أنا ما علي، هكذا منشغل. تقول إن المراهقين عندكم لا يجدون من يرعاهم، طب ما ترعوهم، مش أنتوا شيوخ الإسلام، مش أنتوا بتوع الدول الإسلامية، مش أنتوا اللي بدكم تجددوا مسار البشر، اتفضلوا اشتروا ورجينا. لقد تعبنا، يقول لك الدنماركيون، عيني عينك بوضوح، مش انتوا اللي بتتفلسفوا علينا وبتقولوا عن الدنماركيين كفار ويدخلوا النار ومش نافعين وتبعون النسوان طب اتفضلوا ورجونا شغلكم. لماذا تزداد الجريمة في وسط المراهقين المسلمين؟ ومن الذي يقوم بالحل؟ في نوع من الناس اخواني يبحث عن الاسلام، واحدة حصلت لها مشكلة مع زوجها. تعرفين أول ما المرأة يحصلها مشكلة مع زوجها، مش تبدأ تفتش في نفسها، هل بتغتسل، بتتزين، بتتطيب، بتغري، بتطبخ له، بتطيعه؟ لا، بتقول له إيه، عاملين له كتيبة الجن، بتحطها في ظهر الجن. هي امرأة نصابة ودجالة، ما بتصليش وبتسب زوجها وتترك أطفالها بدون غسيل وبدون نظافة وبدون ترتيب وتحطها في ظهر الجن. طب الجن هيشيله إيه ولا يا جماعة؟ مشكلة فلسطين كمان هتحطوها بظهر الجن؟ الجن قالوا لنا لا تجاهدوا، الجن قالوا لنا لا تصنعوا السلاح،
الجن قال لنا اذهبوا إلى مدريد واستسلموا للماسونية والصليبية العالمية. الجن قالوا لنا لا تتعلموا كتاب الله ولا تتعرفوا على أحكام الإسلام. هذه العقلية إخوة. وبعدين هذه المرأة اللي عندها المشكلة العائلية مش عارفة أنها قطعت الحبل بينها وبين الله، تركت الصلاة وزوجها أفسق منها، يذهب إلى النوادي ويلاحق الفتيات إلى منتصف الليل ويقامر ويبدد أمواله فيما لا يرضي الله وفي الحرام. وبعدين تقول لك والله شوفوا لنا بقى انتوا الشيخ اللي عندكم في مسجد التوبه ده بكتب حجابات. لو قلكم يا اخوه التليفونات اللي بتيجي كتابه حجابات، انا لو اتعلمت كتابه الحجابات يا اخوه هكتب حجاب يجيب اجل اسحاق رابين واسحاق شامير والياس لرهاوي وكل الظلم على سطح الارض. لو كانت المشكله بكتابه الحجابات ولكنها وكست الامه الاسلاميه تعذب وتاخذ الدروس وتتالم دون أن تبحث عن الحل الصحيح. فيجي بقى الناس يقولوا لها إيه، لا لا شوف يا أختي أنت إذا صليت واهتديت بالله إن شاء الله ربنا هيصلح حالي. تبحث عن الإسلام لماذا؟ لحل المشكلة، مش للعبودية لله في الأصل. بتسعى إلى الله حبا بالاحتفاظ بالزوج، بيقولوا لها أصله في واحد ساحر في المغرب ولا في لبنان عامل له بقى رصد خطير من كبار الجن، المجلس الاستشاري الأعلى للجن على سطح الكرة الأرضية هم بقى اللي متابعين الموضوع. وإذا أردت أن تحتفظي بزوجك فعليك بسحر مقابل. أما العودة إلى الله والاستعانة بالله والاعتصام بالله عز وجل في هذه الأمور. وهذا يا إخوة حصلت، أنتوا فاكرين أنا ببالغ؟ والله يا إخوة أيام الاستعداد لحرب 73 وأنا عشت في مصر وشهدت هزيمة 67، الخيانة ضد شرف الجندي والمقاتل المصري البطل الذي اعتاد التضحية في سبيل الله دائما على مر التاريخ. القيادة السياسية خانته. أجو كانت أيامها روسيا إخوة مسيطرة على الوضع في مصر، فالتقوا بالوزراء والقيادة السياسية قالوا لهم أنتم انهزمتوا سنة 67، هدول إخوة الروس الكفار تلاميذ كارل ماركس، والله ولا واحد معاه شهادة من الأزهر ولا حضر حلقة قرآن أبدا، هدول خبراء جاءوا من الكرملين واجتمعوا مع القيادة العليا، وهذا كلام موجود في الصحف والكتب. قالوا لهم انتم هزمتوا سنة 67 لانكم ما عندكم عقيدة تقاتلوا من اجلها. لماذا خرج الجيش المصري الى سيناء بالطبل لعبد الناصر او عبد الناصر وكسكم؟ طب ابحثوا عن الحل. صدقوني يا اخوة ان المستشارين الروس الشيوعيين نصحوا الادارة المصرية أن تسمح للوعاظ بالانخراط في الجيش وببعض الضباط والجنود، وكل واحد منا يعلم ولن ينسى أن صيحة العبور الأولى إلى الضفة الشرقية من قناة السويس كانت الله أكبر. الضباط الجنود صف الضباط القيادات العليا كانوا مترهبين في الصحراء، كانوا ينتظرون يوم الثأر، كانوا يريدون الانتقام من اليهود، كانوا يريدون رد الاعتبار للأمة الإسلامية. فلما وجدوا الإسلام عرفوا أن ضالتهم فيه وتمسكوا بكل قوتهم وانطلقوا معتصمين بالله. وبعد ما خلصت الحرب أجل طلع أنور السادات منحوس أكثر من عبد الناصر، قال لا 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 خلاص الإسلام، إحنا نستخدم الإسلام إيه؟ مثل البطارية اللي بتيجي إيه في اللعبة، الطفل يحب يلعب باللعبة يحط البطارية يضعها، يخلص ينتهي من اللعب يسحب البطارية. أنور السادات قال لا 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 خلاص بقى الله أكبر وإسلام ما دام عبرنا يا جماعة نبتدي نرجع إلى العلمانية. وقامت الماسونية العالمية بإهداء البطل المفدى أنور السادات جائزة نوبل للسلام، ومش لوحده، عشان التاريخ يسجل والأمة الإسلامية نائمة. تقاسم الجائزة مع مين يا إخوة؟ تقاسمها مع مناحم بيجن زعيم النظام اليهودي. أرجو إخوة أن نوسع إخواننا، في بعض الإخوة جاءوا متأخرين. أما النوع الرابع إخواني يبقى في نوع بيبحث عن الحق. سنرجع إلى السيرة النبوية في هذه الخطبة في بعض الوقائع إن شاء الله. ونوع بيتعالج بالصدمة
ويرجع إلى الله عز وجل. ونوع يبحث عن الإسلام كحل المشكلة. الدنماركيين الآن لجنة الـ SSP السوسيال سكول بوليتي قالوا لنا إذا الإسلام، إذا أنتم شايفين الإسلام هو الحل تفضلوا اشتغلوا أنتم الأئمة والمعاظ. إذا بتعتبروا أنه إنهاء الجريمة والمحافظة على المراهقين المسلمين عن طريق الإسلام تفضلوا اشتغلوا. هم ينظرون للإسلام كحل المشكلة، ليس الإسلام كطريق للحياة، كوسيلة وحيدة للعبودية لله، كمنهج يلتزم به المسلم في كل كبيرة وصغيرة. تفضلوا جربوا. هذا في نوع من الناس اللي عنده مشكلة مالية، مثل إخوة المغترب اللي بيقاطع المسجد. أنا أعرف ناس أول ما بيجوا الساند هولم بيجوا أهل الخير، أهل الخير أجهزة الإعلام من المثبطين، يقول له اسمع يا فلان إياك تروح مسجد التوبة. بيقول له ليه؟ بيقول له يا أخي مسجد التوبة فيه أصوليون. قال له يعني؟ قال له كل خطبة يا إما تتبرع لأفغانستان، يا تتبرع للبوسنة، يا تتبرع لحركة النهضة في تونس، يا تتحرك تتبرع بفلسوك. أول بأول أوعك تروح مسجد التوبة، هذا مسجد يحول الغني إلى فقير. فالرجل يبتعد عن المسجد، فإذا وقع في ضيق، إذا احتاج شقة جاء إلى إمام المسجد. وأنا قلت لكم يا إخوة إحنا أحباب ونتصارح مع بعض، إحنا كلنا إن شاء الله نتمنى الأخوة الصادقة بما يرضي الله عز وجل وننال بها الثواب ومنابر من النور يوم القيامة بفضل الله عز وجل. أنا بقول لكم يا إخوة والله من تجربة بسيطة، الواعظ في عالم الغرب مغسل ومكفن وضامن جنة، اللي ما عندوش مشكلة سكن، وأنا مش زعلان، لا أقول هذا تبرما حاشا لله أو تشكيا، لكن هذه عقلية المغترب. المشكلة العائلية لازم إمام المسجد يحلها، والمشكلة التعليمية لازم المسجد، والمشكلة المالية اللي مديون اللي كان بيتاجر في إفريقيا أو آسيا وانكسر ب100,000 دولار يأتي إلى مسجد التوبة للتبرع والإنقاذ. يبحث عن الإسلام فقط كالطالب في بلادنا قبل الامتحانات في الشهر أشهر الصيف قبل الامتحانات تجد المساجد ممتلئة، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما انقضى ما أراد لا صلى ولا صام. أول ما تطلع نتائج الامتحانات والفحوصات بيتوقف عن الصلاة. هذا نوع من الناس مثل المطاط رايح جاب، إذا احتاج ذهب إلى الإسلام، وإذا شبع ترك أهل الإسلام، نسأل الله العافية. موديل نوع بتذكر السيرة ويذكر القرآن الكريم. النوع الأخير بقى وهو أسوأ الأنواع، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا نوع خلاص مغلف، القلب المغلف، وقالوا قلوبنا غلف إلى غير ذلك من الآيات. وهذا النوع يا إخواني القرآن يصفه في مواضع أخرى فيقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أبدا صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أصناف تغلفت قلوبها، وهذا الصنف من الناس أمر الله عز وجل نبيه أن يتعامل معه بطريقة خاصة، فقال له فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذا نوع يصبح عمل المسلم فيه نوع من الإخلال بالأمانة وتضييع الوقت. إخوة الإسلام دعونا نتنور ونتبارك ونتعلم من سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحتى وحاشا لله أن يدب اليأس أو الإحباط إلى قلوبنا، حاشا لله أبدا، إنما نحن على العهد ثابتين وفي الطريق السائرين طالبين من الله عز وجل الرشد. سأقرأ لكم فقرة أختتم بها خطبة اليوم من السيرة النبوية المطهرة لتعلموا أن الله تبارك وتعالى برحمته وعلمه وحكمته ترك في كل المجتمعات بصيصا من النور ليتوقد منه الضياء يوما بعد يوم. سأقرأ لكم مجموعة من الناس كانوا في مكة مع عبادة الأصنام، وبعد حوالي 600 عام من بعثة عيسى عليه السلام رأوا المنظر البشع
فأبت فطرتهم المستقيمة أن يسيروا مع قومهم في عبادة الأصنام وللسجود لغير الله عز وجل. هذا الكتاب مؤلفه عالم مصري اسمه محمد أبو شهبة، والعبارات جميلة فلنتصفحها سويا. يقول في الكتاب من الأشخاص الذين وضروري يا إخوة نقرأ هذا الكلام، في كتير ما عندهمش وقت، وأنا أريد أن المكتبة الإسلامية بما فيها من كنوز كتب قديمة ومعاصرة أن يكون منهج مسجد التوبة في التنوير وغيرها أيضا يأخذ هذا المجال في عرض المراجع القديمة والحديثة إن شاء الله. اسمع أخي المسلم، واحد اسمه قص ابن ساعدة الإيادي، إياد بطن من بطون قبائل العرب. من هو قص ابن ساعدة الإيادي؟ كان خطيبا حكيما عاقلا له نبه وفضل، وكان يدعو إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قص ابن ساعدة كان يخطب قومه في سوق عقاظ، فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه، وأشار بيده إلى مكة. قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ميلاده، ولكنه مات قبل البعثة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله قسا، كأني أنظر إليه على جمل أورق، يعني يميل إلى الحمرة، تكلم بكلام له حلاوة لا أحفظه. فقال بعض قومه من أقارب قس: نحن نحفظه يا رسول الله. فقال: هاتوه. فذكروا خطبته المشحونة بالحكم والمواعظ. وروى الطبراني في كتابه المعجم الكبير، والحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: كلنا نعرفه يا رسول الله. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر، وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا من الوعي، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، إلى آخر خطبته المشهورة. زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم الفاروق عمر بن الخطاب ووالد الصحابي المبشر بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو كان حنيفيا على دين الخليل إبراهيم وابن إسماعيل، وكان لا يأكل ما ذبح على الأصنام، وقد التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمكان يقال له بلدح، وهو وادي قريب من التنعيم في مكة. وقد قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سفرة فأبى أن يأكل منها، وأبى زيد كذلك، وقال: لا آكل ما تذبحون على أصنامكم. رواه البخاري وأعطى تفاصيل أخرى. تخيلوا إخواني أيام عبادة الأصنام، عيب والله، عيب على المرأة المسلمة إلى الآن اللي زوجها بيجي إلى صلاة الجمعة وتبقى على سفورها وتبرجها، عيب على المسلم اللي بيعيش في عالم الغرب ويرى عناية الله به وبزوجته وبأولاده فيقابل الإحسان بالإساءة، ويتورط في الربا وفي الفواحش ويهمل في أمور الدين. وهذا زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية وقبل البعثة يقدم له ذبائح ذبحت على الأصنام فيرفض، ويقول لهم، شوف يا إخوة كيف العقل، النوع اللي قلناه بيتجه إلى الله بفطرته، يقول إلى قريش: الشاة خلقها الله، هذا الخروف النعجب اللي خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ أنتم ما عندكم مخ؟ أتذبحونها على أسماء الأصنام واللات والعزى؟
كان عنده فطرة سليمة ومستقيمة، وسوف نجد هذا الصنف من الأوروبيين، ولعلها تكون البداية إن شاء الله. أقرأ لكم عن ورقة بن نوفل لأنها قصة أخرى. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان ممن كره عبادة الأوثان، وسافر إلى بلاد الشام والتقى مع بعض الرهبان ممن بقي على النصرانية الحقيقية على دين عيسى ابن مريم عليه السلام بدون تغيير. وفي صحيح البخاري في حديث بعد الوحي الطويل، وكان امرأ، يعني البخاري يروي عن ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ولما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بخبره يعني بنزول جبريل، قال ورقة: هذا الناموس، هذا أمين الوحي في السماء الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني صغيرا، ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. آخر نموذج يا إخوة أختتم به خطبة اليوم من الناس، ولكنها قصة محزنة، بدأت بشكل جميل ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أمية ابن أبي الصلت ابن عوف الثقفي كان ممن طلب الدين ونظر في الكتب، ويقال إنه ممن دخل في النصرانية، وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث وأحوال القيامة، وكان يعلم من الكتب أن نبيا سيبعث من العرب، وكان يرجو أن يكون هو، فتحنث وتعبد، يعني تبتل وترهب أملا في هذا، قال يمكن أكون أنا النبي، أضبط نفسي. فكان يذهب إلى الخلوات يكثر من التعبد، وكأنه ظن أن النبوة تنال بالرياضات، ولما علم أنها فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده وقال: إن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد. ولما قيل له: أفلا تتبعه؟ هذه عملية معكوسة، عملية الغيرة والحقد والعياذ بالله والتنافس. فقال: أستحي من نسيات ثقيف، إني كنت أقول لهن إني أنا هو، ثم أصير تابعا لغلام من بني عبد مناف. قال لهم: أنا كنت أقول في بني ثقيف والنساء سمعوني وأنا أقول إنه في نبي وأنا سأكون هذا النبي. فلما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف غلام بالنسبة لي، شلون يعني أقول لهم أنا طلعت من الخطوة أتبع هذا الرجل؟ وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد الشعر، فقالت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. وقد روي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، وقد عاش حتى وقعت بدر الكبرى، وإلى غير ذلك من التفصيلات. هذه مجموعة إخواني من السيرة النبوية رفضت عبادة الأصنام. لا يزال الله عز وجل رحيما بعباده، متلطفا بهم، هدى الناس النجدين، وأرشد الناس إلى الحق، وترك فيهم الفطرة السليمة. ونحن نعيش في هذه الديار وفي كل مكان، إن معركتنا هي معركة بين الحق والباطل بكل أشكاله، معارك سياسية وعسكرية وفكرية وغيرها، ونحن هنا رسل للإسلام. فلعل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدولة ترفع لواء التوحيد وتحمي بيضة الإسلام، ولعل الله عز وجل أن يفتح بنا الصدور والقلوب. توبوا إليه واستغفروه، إنه التواب الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، نؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brothers in Islam, yesterday a group of about 110 Danes from the Department of Education of Copenhagen municipality have been our guests here. Myself and a small number
of your brothers here have been acting in your behalf. It was our duty to respond to their initiative, their interest to know about Islam and to listen the real and genuine word of Islam from Muslim specialists. It was the second time, 1 month ago, 130 persons. And these meetings, two meetings, have been taped. The tape is available under the title, Let's Talk About Islam. You know my handicap in Danish. That's why the dialogue and the meeting had taken place in two languages, the Danish language and the English language. A lot of Muslims had contributed to that meeting. And that's why I decided today, brothers in Islam, to tackle one important point about the motives of thinking and the change. How? By reading the Quran, by revising the Sirat, the biography of Prophet Muhammad, we could understand, alayhi salatu wasalam, we can understand the mentality and psychology of mankind. Why and how people could have the initiative to think about their problem, their destiny, their way of life, and work hard for the change, for the best, for themselves in the present life and in the hereafter. Brothers in Islam, this group of people are highly educated and highly specialized teachers from different subjects, doctors and physicians, social advisors, and so on. They have been in touch with the children of Muslim immigrants for a long period of time. They have become very confused because they cannot see the real image of Islam. Islam is being brought to Europe mixed with the traditions and with the lack of education. A Muslim in a certain situation, because of his carelessness, may be embarrassed and give a wrong answer about Islam. Brothers in Islam, please, it's a very good opportunity for us. The battle of Islam is one complete battle. It shouldn't be divided. Whether we are living in Pakistan, trying to establish the real Islamic state, or we have some sectarian conflict in India, or we have some military war in Afghanistan, or we have famine and poverty in Somalia or whatsoever, the battle of Islam is won. Allah subhanahu wa ta'ala had given us the answer. It's the problem of mankind, not women or wealthy people or capitalism all the time. It is the man, the offspring of Adam alayhi salam, the creatures who had been dignified by Allah. And that's why he had selected and educated and commissioned a big number of prophets and apostles of Allah subhanahu wa ta'ala. Two tips under the title, Let's Talk About Islam. We do our best to expose Islam. And please, brothers in Islam, you have to be sure that Quran, as the book of Allah, the divine revelation, which have been preserved by Allah subhanahu wa ta'ala, had exposed the Muslim society. We do not believe in double moralities. We are not ashamed to tell about our mistakes. We don't like to put a mask to cheat people. We are wrongdoers, but we expect the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, the repentance. This masjid is Masjid al-Tawbah, repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, don't be offended. If you listen to that tape and know about the reality from my side, from your brothers in Islam, from the Danish side, it is the reality. The Muslim nation now is defeated, is disintegrated, is living in a miserable situation of dictatorship and tyranny and so on. This is the reality. Up to this moment, we like it or not, Europe is victorious, Europe to some extent, because the fitrah, and this is the our khutbah today, why people have the willingness or had the capacity to change and listen. It's a quick review. When we meet people, I have given an example. One of the Sahaba, Rib'i ibn Amir, in the first army to Persia and the Persian Empire, a sophisticated civilization run by the Persian Emperor, who were afraid of the Islamic invasion and the threat. And the Muslim army, the small one. But let's see the difference. Why we lack the confidence in ourselves, in Allah, in Islam? Why we hesitate? Whether you meet Hosni Mubarak and talk with him about Islam, or you go to the Security Council in the United Nations, or you attend any meeting in university, it's the same job, the same profession,
the same responsibility. Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام as our leader and teacher had taken with common people, with educated persons, with political leaders, had commanded the army, he had participated in everything. We love Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. He is our supreme example. We like to imitate him. We like to follow his footsteps. It's our issue, the fight between al-haq wal-batil, the truth and the falsehood. Falsehood is dominating everywhere. So whether you make it peacefully by intellectual argument in political level, do your job. Brothers in Islam, you can watch the tape. You will see that we are exposed in front of them. We are inferior to them. They are superior. Up to this moment, they are awaiting the real Muslim who believes in Yawm al-Akhir, the last day of judgment, a Muslim with the spirit to give, not to get. Up to this moment, we go to the social control to say, give me. We never go to the university to tell. We have come to give you the word of Allah, the way of salvation. People are living in a very miserable psychological situation. The communism and its threat, the atomic and the nuclear power, and devastation and destruction, the epidemic of the AIDS, poverty, all these problems, and mankind are awaiting the word of Islam, the real way of salvation. We have to train ourselves, we have to develop, we have a lot of responsibilities. No, it's not my duty to give orders, I have no authority whatsoever. A wa'iz on a Friday is a person who is holding responsibility in front of Allah to be frank with the people, never to cheat them, never to speak about minor issues, to get right to the point. Brothers in Islam, when we go to the Islamic visualization of a human mentality, we shall see four groups and categories. The first group of the noble kind of people, the people who has good fitrah, the nature, the pure nature as created by Allah, to search for the truth. I have read from this book of Sirah written by an Egyptian scholar about some persons in Mecca before the commissioning of Prophet Muhammad and before the Ba'tha. Those group of people, and this lesson is very important for us never to lose hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Still, the light is available, but it's a very small candle. We have to ignite it more and more. We have to get rid of this rust on the hearts of the people. Some people, Qus ibn Sa'id al-Iyadi, Umayyah ibn Abi Salt, Waraq ibn Nawfal, and so on, a group of people were not interested, were not satisfied by idealism to worship the statues, the stones. They said, no, it is not the truth. There should be a God, a creator, by their own initiative, not by force or by soul. This is what Allah subhanahu wa ta'ala had left in our hearts, in our entity, in our situation, in our mentality, to feel all the time that we are creatures. This is, and there is a creator. We are weak and he is strong and powerful. We are ignorant and he is all-knower, al-alim, that we do mistakes and he is the forgiver. This is the very beginning of the relation. So brothers in Islam, this group of people who all the time, and you can see them among the Danes, the Germans, the French, everywhere, a group of people to be shuhada on their people on the last day of judgment, that Allah subhanahu wa ta'ala had created man and dignified Adam to do a good job on the earth, to worship Allah and Allah alone, and not to take any partners, and not to commit shirk wal'iyadhu billah. The second group, brothers in Islam, is the people who can wake up by shock. The women of Bosnia who are being raped and killed for nothing. They do not practice salah. They drink wine. They can do some sexual mistakes, but they are being slaughtered by the Serbian people. Why? Because the name of Islam. Now, the Bosnian women in Austria, Germany, in Canada, everywhere, they started to ask about the books of prayers.
They are asking about hijab and how to cover their bodies. It's a shock. A lot of people in the West, Christians and atheists, after the epidemic of AIDS, when they know reality, after sexual satisfaction, to commit adultery every day with another woman, when he contributed the AIDS, the disease and the virus of the AIDS, and the doctor told him about the bad news, now he must think, what is the destiny? Do we have life after death? What should we do? Is it the end? Do we expect mercy from Allah? Do we have a creator? Who is he? How we can know him? How we can follow his commandments, etc., etc. So this is a treatment by shock. Unfortunately, Muslim nation everywhere in Afghanistan are using medicine shock. They must be beaten to wake up. They don't like to behave as noble people, including the Egyptian. They have an earthquake which had exposed everything, corruption and the political deviation and everything where the people are suffering. Now, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters in Islam, you have to wake up. And Quran had given a lot of examples. The third category is the people who will ask about the Islamic answer to sort out problems. I met one Palestinian. He was a communist, socialist, nationalist, etc., freedom fighter, not mujahid. He does not like to get the name of Islam whatsoever. And he said, well, as a modern human being, why don't we try Islam? So Islam for him is a ladder, is a means, is a bridge to reach something. He likes to marry a woman likes to marry a man. Islam is not the reality of life. It's not the basics of the understanding. This is the way we see it even here. The SSP committee in Denmark, which we have met here in Copenhagen from police, social, and the schools, they say we are facing increasing criminality rate among the teenagers of Muslims. If you can help us from Islamic point of view, Islam is being respected and welcomed to be a bridge to reach some materialistic goal. It is another way people have swinging all the time. When they need, they come to Islam. When they are satisfied, they leave Islam and the Muslim community. We see them everywhere. They are suffering in Eritrea, in Palestine, in Lebanon, in Kurdistan. When they come here and have money, accommodation, they forget about Islam. If they are in trouble, they need something more. They come to the mosque, to the house of Allah, to the brothers and sisters in Islam to help them and so on. The last group, brothers in Islam, to finish my khutbah, is the group of sealed hearts. Nobody knows. Allah knows best, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Alim, the all-knower. A group of people, Allah subhanahu wa ta'ala told us, whatever who was addressing his prophets, Nuh, وَقَالَ يَا نُوحُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ Nuh. Allah told him that all these few group of people had accepted, embraced your belief and forget about the other, the majority. The same to Moses alayhi salam, to Jesus and to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam before he got the permission to leave Mecca and go to Medina. This group of people, Allah had put it very clear. He knows us inside out. Those people are sealed, have a sealed heart, a covered heart. You cannot penetrate. They do not listen. They try to please you, to smile, but they have kufr, disbelief in their hearts. They do not like, they have acquitted their brains and intellectual capacities. They like to show as smart and civilized people.